يونا مأتم ولدنا. قال رسول الله: أنا أشفع لهم يوم القيامة. هنيئا لك يا موالي. قالت فاطمة: وأنا أدخلهم بيدي إلى الجنة. ثم التفت النبي إلى أمير المؤمنين قال: وأنت يا علي ماذا تقدم لهؤلاء؟ قال: أنا أسقيهم من الحوض. ثم التفت النبي إلى الحسن قال: وأنت يا حسن؟ قال: أنا أعبر بهم على الصراط. التفت النبي إلى الحسين وجده جالسا جلسة الحزين، قد وضع رأسه بين ركبتيه الشريفتين. قال: وأنت يا حسين؟ رفع الحسين رأسه وقال: أما أنا فمن زارني وزرته، أنا أحضرهم في مواضع ثلاث: ساعة الموت، وفي الاحتضار، وفي القبر. سيدي أبا عبد الله، إذا كنت تحضر عند المؤمنين الموالين، أين كنت غائبا عن زينب؟ وياب زينب وهي تنادي يا جدا، والصياط تلتف عليها، ويلاه ويلاه، وهي تنادي يا علي ولا علي لي اليوم، وهي تدافع بالكف تارة وباليد أخرى، يا بويا يا علي اللي الهواد هواد. زينب سلام الله عليها في تلك الليلة المظلمة، ليلة الحادي عشر من محرم، أصعب ليلة وعالم ليلة مرت على بنات رسول الله، بل على النبي وأهل بيته. يا ويا علي اللي الهواد هواد، وانا حرمة وغريبة وما لأحد، والله شياب والحمل بفاضي البفاضل، شيال حمل راح وبعيد وبعود بمن يبوي القلب يضمد، ببن والدي العباس، ببن والدي الراح وما ريد، لو بالحسين هل عندي مد ود، يا والله لو بالحسين هل عندي مد ود. ورنت إلى القبر الشريف بمقلة: نسألك وندعوك يا الله ارحمنا وفرج عنا بتعجيل فرج وليك صاحب العصر والزمان، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، إلى أرواح أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.